بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو هو خاص بتسارع الأحداث اللي صارت ترشحي للرئاسيات من عدمية. والقصد من هذا الفيديو هو أنا بغي نقول للناس اللي ظانين فيا شعرة خير، اللي ظانين فيا شعرة خير ظانين، راني نقول لكم كل من تبسة لتامراس لبلاد الشوية لبلاد القبائل الجزائر وخارجها، يرحم والديكم يرحم والديكم يرحم والديكم على الظن الزين. ولكن راني بغي نقول هاد الحياة حاجة كبيرة، تفوت طموحي تفوت مستوايا تفوت وما يدريك أنني ما نكونش سليمان السعداوي البرلماني. ما هوش هو سليمان السعداوي لا 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 في كرسي عالي، وما يدرك أنني ما نكونش إنسان فاسد في ذاك المنصب، لأن هذا المضغة يعلم به سرها إلا ربي، والجاي يعلم به ربي. ثم أن متطلبات هذه حية كبيرة لازم تنوض لها كاع الجزائر، وهذه الإمكانيات ما كايناش، وبالتالي يكفر خير الناس اللي ظنوا فيها شعرة خير. هذه عامين ماشي من اليوم، هذه عامين وكل واحد يقول في خاطره. أنا ما نقدرش نسال الناس على خواطرهم، هذو ما سبوني ما والو، قالوا رانا نشوف فيك خصال، يا ريت كنت ترشح، ما قالوا عيب. وبالتالي إذا أنا بغيت الرياضة باش ما تديش حجم، ماهوش لأنني أنا أخاف لا أخشى لا أخسى لا رئاسة الجمهورية ولا الجن. أنا راني نقول أنا واش نحس، الظرف مازال ماهوش مفتوح، الأمور ماهيش باينة، وبالتالي المتطلبات 75,025 ولاية، وين راه جيشها وين راه شبابها وين راه إطاراتها اللي تخدم معاك وين وين وين، وبالتالي أمر كبير ويبان لي مازال وقته أصلا كاع. إذا جينا إلى التالي لم تفرج الساحة السياسية، لم تفرج. يرحم والديكم الناس اللي ظانين فيا الخير، يرحم والديكم. ونقول لكم علاش يرحم والديكم، لأنني نقولها قدام ربي وعبده وسألقى بها ربي. نتوما حتى إذا نويتوا فيا خير نويتوه في برلماني ما يدي ما داي لا رشوة ولا كي حق اليتامى ولا 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 داي الربا، واللي أعطاه لي ربي رزقي مكفيني ويكفيني وأحمد الله تعالى حتى ألقاه. صح اللي طلع عندي طلبات، عندي نظام نظلت عليه من صغري، هو أنه لازم ثروة تنقسم بين الجزائريين، ولازم يكون توازن جهوي، ما يكونوش ناس عايشين في الغبن وناس بخير عليهم، خاصة اللي يجي من عند رزق الدولة اللي هو رزق الشعب. وبالتالي هذا كان طلبي أنا، هذا اللي نظرت عليه، إرساء قضية يسموها العدل بين المواطنين، والبلاد اللي ما يكونش فيها هذه القضية مصيرها ومآلها الزوال، وعند ربكم تختصمون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راني قلت لكم ما كان لا اللي دوخ روح على والو، أنا لا أسمع ولا لهؤلاء ولا لهؤلاء، كاين واقع كاين حقائق. راني نقول كل واحد يكسر رجليه على حساب غطاه. عندي رية أنا لازم تبدل الأمور، أني عندي رية في خاطري لازم الناس تعيش في رفاهية، ولازم يندروا لها المقومات نتاعها، مقومات سبب النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.